تتذكروا المكان هذا؟ طلعنا فيه هذيك المرة لما ضعنا. مرحبا فيكم، مرحبا حبايبي، واهلا فيكم في فلوج جديد على قناتي. اليوم كمان جايبتكم على سول، جيت عشان اخذ الباسبورت تبعي ولكن لم يتم الموضوع وما اخذته، راح اقول لكم السبب في اخر الفيديو. فالحين قاعدين عم ندور على مطعم يبيعوا فيه كبسة، وعلى فكرة انا مالي علم بانواع الكبسة، يعني في الفيديو الماضي لما حكيت فما كان عندي علم انه الكبسة تنعمل في بلدان مختلفة، كنت احسب انه الكبسة موجودة في السعودية بس. فالمهم احنا الحين حابين ناكل كبسة، ماني عارفة اي وحدة. المهم راح ندور على مطعم يبيعوا فيه كبسة، وقلت الكلمة هذه كتير، احسبوا لي كم مرة قلتها. فيلا أكرم راح يشوف إذا المطعم مفتوح ولا مغلق ولا إيش. حر كتير، المكان هنا هذا هو المطعم. أكرم ما رجع، خطبوه. فلافل، أنا أشتري فلافل. أوكي، جينا على مطعم، كنا عم ندور يعني على كبسة ولقينا مطعم أردني، ففي كتير أكلات بسمع فيها، بس أبدا ما جربتها فماني عارفة إيش أختار عدا الكبسة. الكبسة رح ناخد دجاج. وفي كتير اشياء بسمع بيها، المنسف بسمع بيه، فاحترت مشاوي. يلا كتير اكلات طيبة. هنا المشروبات، مشاريب. What are we going to eat? احترنا صراحة، في كتير اكلات مبينة طيبة. اختار فلافل. اها. عرايس. هذه اختارها اكرم، عرايس لحمة. أول مرة راح آكلها كمان، والكبسة أصلاً جينا عشان الكبسة. كبسة أردنية. سكين كبسة. أول شيء بدأنا بالفلافل. بيقول إنه لازم نخلطها مع الخبز والصوص وناكلهم مع بعض. فهذه تكون أول مرة لينا ناكلها. بس
الفايتل؟ ثروة ما جودة جودة أكرم في جرب الأكلة هذه، اسمها عرايس لحمة، شكلها مثل البيتزا. What does it taste like? Tastes like a pizza. I go. You eat it all. Okay, you give each food from 10. Okay, I like kapsa. On 10. On 10. 10. Falafel is 8. Araya. Arais. Eight. أنا كمان بعطيك الكبسة عشرة. أنا بحب المقليات، فالفلافل 9 من غير الصوص الحارة هذه. الصوص الثاني حبيتها، هذه لسه ما جربتها. Thank you.
good? It's yummy, isn't it? I like it. ما الأكل كان طيب، الأكل الأردني طيب كتير. هذه أول مرة أجربه، ما بعرف إذا عندي متابعين أردنيين، لو في اكتبوا لي تحت إنكم يعني من الأردن. وشو كمان؟ وقولوا لي إذا هيك يعني إذا هيك الأكل الأردني، لأنه ساعات تلاقي أكل برا البلد وتلاقيه يحطوه على شكل مختلف. فقولوا لي إذا هذا الأكل الأردني الأصلي كذا، وصراحة أكلكم كثير طيب، وإن شاء الله أجرب أكلات لبلدان عربية ثانية. كثير كثير حابة أني أعمل هذا الإشي أكثر، فرح نحاول نأخذ الفرصة هذه كل مرة ونجي نأكل أكل من بلدنا ونشاركه معكم. فالحين رح نروح أعتقد لحديقة الحيوانات، فلو ما كان كثير حر، لأنه شوب صراحة اليوم، لو ما كان كتير حر رح أصور لكم أو رح أرجع أقفل الفيديو بس، فخليكم معي. شوفوا هذه السيدة اللي حاملة المظلة. عادة هنا في كوريا الأجمات خصوصا وكمان بعض البنات بيستعملوا المظلات في الصيف عشان حماية من الشمس ومن انه جسمهم ياخذ لونه كده، ياخذ تان، ما بيحبوا التان هنا، فتلاقيهم على طول حاميين نفسهم بشتى الطرق. فشوفوا صاير الناس، في ناس اكثر، والحين راح نتمشى شي 5 دقائق عشان نوصل لوين حطينا السيارة. سو حبايبي ما رح نروح لأي مكان، رح نروح على البيت على طول لأنه كثير حار. شوفوا كيف صرت كل ملزقة. رح نروح على البيت، أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو اليوم. هوبا، how was the food؟ it's good. It was yummy. Yeah، فكان الأكل كثير حلو صراحة، أكلنا كثير. ورح نروح الحين على البيت 9:30. بخصوص الباسبورت، أنا أصلاً جيت عشان الباسبورت بس حصلت مشكلة انه الباسبورت لسه بالمطار ما وصل على القنصلية، فلهيك ما جبت الباسبورت وراح ارجع اجيبه مرة تانية لما يتلفنولي، فغالبا يوم الاثنين او بكرة ماني عارفة. وكان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. اعتنوا بحالكم، انيوم. ما عندي طاقة لانه كتير شوب. باي.